خدام في هاد الوزين هذا، وكان غتكون عندي السيمانه ديالي اللي انا كنت غنمشي فيها هاد السيمانه، وجا واحد روم بلاصي لي راه هو اللي مشى فيها مسكين. بعد الوزين ديالها ديال هذا ديال التيساج هذا كي صايبتو ديال الطلام. كنتو خدامين في لاكاب؟ لا ما عندناش لاكاب، كاينه في الطبقه التحتانيه، وكاينين الماكن اللي تحت وكاينين الفوق، وهذوك جوج بقات ديال هما اللي داروا هاد المشكله هذا، راه يلاه صايبوهم يلاه بناوهم مع التزاديه ديال الماكن، هما اللي داروا هاد الكارثه كامله. كاينين هاد الدراري اللي كيبنيو كينعسو تما بالليل، هادو اللي خدامين مع هاد الشركه ديال البني كينعسو تما بالليل، وسميتو هادوك اللي سلتو راه سلتو اللي بقاو حاصلين راه حاصلين تما. هاد الناس اسيدي تيجيوني من الدوار، ولاد العائله واحد فيهم ولاد العائله والاخرين ولاد دوارنا، خدامين على ولادهم، وقعت هاد الفاجعه هادي. حنا راه غير سمعنا الخبر في التليفون وجينا، راه عيالاتهم ولا ولادهم ولا حتى واحد ما جاش، حيت هما في منطقه نائيه في ازيلان، خاصك ما هي وما لونها باش تجي من ازيلان لهنايا باش توصل عليهم. حنايا جيران جيرانهم، وجينا باش نشوفوا حتى الاجراءات دابا، باش غير نتاخذوا نشوفوا الاجراءات كيفاش متاخذين، حتى واحد ما بغاش يعطينا الحقيقه. ما شناهم ما والو، قال لك نعم سيدي سيروا للسبيطار، تبعوهم للسبيطار، حنا غنمشيو نشوفوا في السبيطار، خاصنا نديروا الاجراءات ديال النقل بالنسبه لنقل الاموات، خصنا عاوتاني نشوفوا التقارير اللي داروا في المحاضر الرسميه، واش هي تقارير مزيانه ولا ما مزيانش، باش ولادهم باش ما يضيعوش. كانوا خدامين في الوزين كانوا خدامين في الوزين، والسؤال اللي مطروح هو شكون هو هذا اللي مرخص لهذا باش يزيد في هذا الوزين هذا وما صحيحش، هذا هو السؤال اللي مطروح. هذا هو السؤال اللي مطروح، شكون هما هاد الناس اللي مرخصين لهذا السيد باش يزيد في وزين وما صحيحش؟ ما قادش باش يزيد جوج طبقات ولا طبقه واحده ولا ما عرفت. المهم انا يا راه ما دخلتش باش نعرف الحقيقه، ولكن بقايا ديال الاثر دليل على المهزله ديال 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 اسميتو ديال البنايه، راه غير قادره على باش يتزادوا فيها طبقات اخرين. وهاد الناس اللي رخصوا ليه شكون هما؟ واش مغاربه؟ واش جنون؟ واش عندهم ضمير؟ هذا اللي رخص لهذا باش يزيد دوزيام ايطاج راه ما عندوش ضمير نهائيا، ما عندوش ضمير. انا لا اعتبره بانسان. وهذوك الدراري كون مشيتي باش تشوف هذوك الدراري اللي خلاو هذو اللي ماتوا، والله العظيم تيقطعوا عليك في القلب بالله العظيم.